اهلا بحضراتكم ونروح لملف سد النهضة. موقع مدى مصر كشف نقلا عن مصادر مصرية اللي وصفت الجولة اللي اختتمت من مباحثات سد النهضة في واشنطن وصفتها بالكارثية. المصدر أضاف أن مصر لا تتلقى دعم كافي من المملكة العربية السعودية والإمارات فضلا عن تعرضها لضغوط حتى تقبل الموقف الإثيوبي اللي لا يلبي مطالب القاهرة، ما يجعل مصر في وضع تفاوضي ضعيف بحسب المصدر اللي تحدث لمدى مصر. الموقع كشف أنه المفاوضات لم تكن تسير بشكل جيد، والإدارة الأمريكية ضغطت على مصر للقبول بأقل شروط ممكنة للانتهاء من الاتفاق. بحسب مستشار لوزير الري المصري مطلع على الملف، إدارة ترامب بتحاول إقناع مصر بالقبول بالموقف الإثيوبي في مقابل التعويض من البنك الدولي في حالة حدوث أي نقص في المياه. طبعا غير أن طبيعة التعويض غير واضحة حتى الآن، في كلام كتير حوالين أنه لماذا ما يحدث لمصر في هذا الملف يكون بهذا الغموض. خلوني أرحب بضيوفي في الفقرة دي. معايا في الاستوديو هنا الدكتور محمد أحمد ضوينة المحلل السياسي السوداني، وعبر سكايب من واشنطن الأستاذ عبد الرحمن يوسف الكاتب الصحفي. أهلا بكم ضيوفي الكرام، وخليني أبدأ مع حضرتك دكتور ضوينة. تقييم حضرتك إيه للاجتماعات الأخيرة، وخاصة بعد اجتماع واشنطن اللي عقد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي البعض وصفه بأنه كارثي وبيضغط على مصر أكثر للقبول بالشروط الإثيوبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للمكملين اهتماما بهذه القضية. قضية سد النهضة حقيقة هي قضية إفريقيا، قضية القرن، لأنها قضية شائكة ومعقدة وطويلة. وتفاوض التفاوض الأخير كواحدة من جولات التفاوض التي استمرت منذ سنوات عديدة، يكاد منذ 2011 بدأ التفاوض في قضية سد النهضة. شعوب مياه النيل، السودان، مصر، أثيوبيا، كانت شعوب تتطلع أن يكون هذا السد محور أو منبع لمحبة بين الشعوب، لأن النيل أصلا هو شريان ضخ في شعوب هذه الدول الثلاث، ويصنع نوعا من التواصل الوجداني، وبالتالي السد ممكن أن يكون وصل لمزيد من التواصل إذا التزمت كل الأطراف بأن لا بمبادئ الاتفاقية في 2015 اللي وقعت عليها كل الدول الثلاث. هذه المبادئ كان أهم شيء أشارت إليه هو مبادئ حسن النية، وأن لا يضار أي بلد في هذا المحور، وبالتالي إذا التزموا بهذه المبادئ كان يمكن أن تمضي هذه الدول الثلاث في إطار لا يكون ضرر لمصر أو للسودان أو لغير ذلك. القضية سد النهضة هي قضية تاريخية، ليست ميلاد اليوم، وتكاد تكون قضية سياسية أكبر من كونها فنية، لأن أنت لو تذكر اتفاقية 59 بين مصر والسودان كانت ثنائية، وأثيوبيا لم توافق على هذه الاتفاقية لأنها وزعت مياه النيل بين مصر وبين السودان 55.5%. أثيوبيا وافقت على اتفاقيات أخرى، ولكن بعد ذلك أثيوبيا كانت أيضا تعيش أزمات داخلية وسياسية اضطرتها في 64 في عهد مريم أن يعلن إنشاء السد منذ زمن بعيد جدا، ولكن بعد ذلك توقفت هذه الفكرة لسنوات طويلة، لأن أثيوبيا لجأت إلى اتفاق عنتيبي مرة أخرى باعتبار أن لها رأي في هذه الاتفاقية، تريد إعادة تقسيم مياه النيل من خلال اتفاق أنتيبي. السودان ومصر لم يوقع على هذه الاتفاقية، هذا الأمر الذي جعل أثيوبيا بعد أن تفرغ من مشكلاتها مع أريتريا وصراعاتها الداخلية أن تتجه إلى بناء سد النهضة. طيب خليني برضو هنا أستطلع رأي الأستاذ عبد الرحمن يوسف. أستاذ عبد الرحمن أهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني دلوقتي في تفاصيل كتير بتقول أنه ما حدث في واشنطن كان كارثي، وأنه واشنطن بشكل أو بآخر يعني ضغطت على مصر علشان تقبل بالشروط الإثيوبية، وكان الكلام بشكل غير واضح حوالين عدد سنوات ملء الخزان، الحديث حوالين منسوب المية في بحيرة ناصر، كل ده كلام ما كانش فيه اتفاق على تفاصيل محددة. ده على الأرض معناه إيه عمليا بالنسبة لمصر؟ يعني هي وزارة الخارجية نفسها في بيانها الشهير، أو ربما البيان الأقوى الذي اشتهر وخرج الأسبوع الماضي إلى النور، قالت ما تريده أثيوبيا. أثيوبيا تريد أن تتحكم تماما في مياه النيل. المسألة ليست فقط يعني نقصان تنمية في أثيوبيا، وأثيوبيا ترغب في أن تستثمر
مياه النيل في إجراء تنمية واسعة ولا سيما عن طريق توليد الكهرباء، لأن إثيوبيا بالمناسبة ليس لديها مشكلة في المياه، سواء السد موجود أو غير موجود لا يوجد مشكلة في المياه، يعني المياه تهدد وجود مصر، لكن مسألة المياه لا تهدد الوجود الإثيوبي، وبالتالي يعني اتفاقية عنتيبي لم تكن ظلما لإثيوبيا أو لم تكن يعني تتجاهل وجود إثيوبيا، لأن إثيوبيا ليس لديها مشكلة في مسألة المياه، لذلك كانت هذه الاتفاقية بين الدولتين الأهم اللذان قد تتأثران يعني على الترتيب فيما يتعلق بمسألة المياه. وبالتالي إثيوبيا أنا أرى أنها يعني لديها أهداف أخرى، والمسألة ليست نظرية مؤامرة، ولكن هذه يعني أرقام ودراسات الجميع اطلع عليها منذ الحديث عن مسألة سد النهضة في عام 2011 و2013 و2014 وما إلى ذلك، يعني بترتيب النوايا ثم الفعل على الأرض في عام 2014 و2015. لا بس أنا أقصده يعني عفوا عمليا على الأرض دلوقتي، المفروض أن نعم كان نعم في بحسب الاتفاق كان هيتم عقد سلسلة اجتماعات في مصر والسودان وإثيوبيا وهتختم بلقاء في واشنطن، كل ده حصل وانتهى إلى لا شيء أو اتفاق نعم عام. إيه الخطوة نعم اللي بعد كده؟ أنا كنت فقط يعني أوضح نقطة قالها الضيف، لأن المسألة تتعلق بحسن النوايا، الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، وهذه هي استراتيجية أثيوبيا. ماذا يعني بعد ذلك؟ إدارة ترامب كأي يعني طرف قوي أو دولة كبيرة ترغب أن تظهر بصورة حسنة، وبالتالي كما أشار موقع مدى مصر، ولذلك يعني دائما السؤال وهذا ما قد طرحناه هنا سابقا في البرنامج، لماذا صندوق، لماذا البنك الدولي، ولماذا وزارة الخزانة الأمريكية؟ لأن الحديث هنا عن تعويضات، وأنا قلت ذلك وكثيرون قالوا ذلك، أن المسألة هنا ليست فقط سياسية، المسألة جانب منها اقتصادي وجانب منها يتعلق بمسألة الأموال، وبالتالي وجود البنك الدولي والذي قبل به الطرف الأثيوبي بعدما كان يرفضه سابقا هي فقط لمحاولة استرضاء المصري دون ضمانات واضحة لفكرة أنه إذا حدث تضرر ما سنحاول أن نلحق هذا التضرر أو نرممه، ولكن في نهاية الأمر الجميع متفق على أن مصر عليها أن تقبل أو تتنازل ضمنيا عن شروط العادلة لمسألة بناء السد فيما يتعلق بسنوات ملء الخزان أو مستوى ملء الخزان وما إلى ذلك. ولا سيما أننا يعني في تقرير مدى مصر رأينا أن أيضا هناك، وقال هذا خبراء قبل ذلك لكن أحد لا يسلط الضوء عليه، أن هناك تأثيرات سلبية قد تكون على السد العالي نفسه، ليس فقط في مسألة نقص المياه، لكن السد العالي بنفسه قد يتضرر فيما يتعلق بمسألة توليد الكهرباء. وبالتالي الذي سيجري على الأرض أنه مصر بشكل ما سترضى بصيغة فضفاضة، يعني تحفظ ماء وجه النظام المصري وتخرج الطرف الأمريكي بوصفه راعيا حقيقيا لاتفاقية يعني وافق عليها الطرفان أو لمشاورات أو محادثات أنتجت شيئا إيجابيا ما، لكنه في الآخر في نهاية الأمر لن يخرج عن حسن النوايا ولن يخرج عن هذه الصيغة الفضفاضة التي يمكن تأويلها بأي طريقة ما. نحن نتحدث عن تهديد وجودي لشعب كامل، وبالتالي تمام لا مجال هنا عن حسن النوايا ولا مجال هنا عن صيغ فضفاضة يمكن التأويل تأويلها يعني بحسب كل طرف أو ما إلى ذلك. في المقابل دكتور ضوينة، السودان يبدو أنها مش واقفة جنب مصر قوي في العملية التفاوضية، خلينا نقول بصراحة، إيه الأسباب اللي مخلية موقف السودان بهذا الشكل اللي يبدو وكأنه محايد فيما بعض الناس بتذهب أبعد إلى أنه متماهي مع الموقف الأثيوبي أكتر من الموقف المصري؟ لا العكس، ما يشاهد الآن السودان واقف موقف مناسب بين الطرفين ويميل إلى أن لا تضر مصر من هذه المشكلة أبدا. أنت تدري أخي، كانت السودان تعرض إلى مساومة في عهود سابقة من النظام الأثيوبي بأن السودان يميل إلى أثيوبيا مقابل أن يتنازل السودان عن حصته، فائض حصة نسبة السودان اللي هي حوالي 6 مليار متر مكعب إلى أثيوبيا، والسودان يأخذ كهرباء من أثيوبيا مقابل هذا الأمر، وكذلك السودان سيستفيد من أشياء كثيرة. كان ممكن السودان يعني تتوافق مع أثيوبيا مقابل مصر، ولكن السودان رفض هذا الموقف وأراد أن يكون المصلحة لكل الأطراف لا تضار مصر من هذا الأمر، وأثيوبيا من حقها أن يكون لها سد، من حقها يكون لها كهرباء ومشروعات زراعية، لكن ليس على حساب مصر والسودان.
كذلك أي ضرر يصيب مصر يصيب السودان بالتلقاء، لأن السودان دولة معبر، وإذا كان مثلا ملئ هذا السد، لأن الخلاف في متى يملأ السد وفترة الزمنية، إذا ملئ هذا السد مثلا في فترة الجفاف سيكون هنالك شح ماء في السودان أيضا، وسيتوقف الطمي وتوقف الفيضانات. أنت تعلم أثر الفيضانات والطمي على تخصاب الأرض السودانية وكذلك في مصر. طيب بس بصراحة كده، هل في صفقات بالمصري كده زي ما بيقولوا تحت الترابيزة ما بين السودان وإثيوبيا على أنه لا يعني وقفوا معانا وانتوا ليكوا حصة أخرى أو تعامل مختلف، هل ده ممكن يكون حدث؟ لم يعلن هذا الأمر البتة، وإذا كان تحت الطاولة ليس من مصلحة السودان هذا الأمر. السودان صحيح السودان يمر بأزمة، في الأخير السودان مش هيتضرر. صحيح السودان يمر بأزمة اقتصادية، بأزمة سياسية، مصر أيضا تمر بهذه الأزمة، بالتالي لا يمكن استغلال هذه الأوضاع. الحكومة الانتقالية الآن حكومة لا تستطيع أن توافق على أي اتفاق ثنائي، لأن الآن مصلحة مرحلة توافق سياسي عام في السودان، قضايا كلها مرتبطة مع بعضها البعض. السودان في حاجة إلى مصر كما في حاجة إلى أثيوبيا، أثيوبيا كان لها تدخل إيجابي جدا في الأزمة السودانية، مصر كذلك. فلا يمكن أن، لأن هي دولة معبر فتحتاج إلى حدودها الشمالية تكون آمنة، حدودها الجنوبية تكون آمنة. أي تطور لهذه المسألة تؤدي إلى حرب، وإذا قامت حرب بين إثيوبيا ومصر المتضرر الأول هو السودان، لأنها ستكون أرض المعركة. تمام. طيب الآن أستاذ عبد الرحمن، بعض الناس ممكن تفهم من اللي بيحصل بأنه نحن الآن أصبحنا في وضع تحصيل حاصل، أمر واقع، خلاص التعويل على أمريكا ربما لن يكون مجدي بعد ما حدث، وبالتالي سد النهضة سيتم، الملء سنوات الخزان، هناك تعهدات بس تعهدات شفوية ربما غير ملزمة للإثيوبيين، وبالتالي إحنا رايحين على فين بهذا الوضع؟ يعني سنذهب إلى أو يعني رايحين إلى يعني إخضاع مصر إلى يعني إلى إثيوبيا وحلفائها. يعني إذا كان لإثيوبيا حلفاء، نحن رأينا أن الإمارات والسعودية في يعني في تقرير مدى مصر الذي استند إلى مصادر يعني تبدو دبلوماسية ومصادر فنية ومستشار في وزارة الري، أن يعني حتى الإمارات والسعودية ليست متشجعتان أن يخوضا معركة كبيرة مع مصر فيما يتعلق بتهديد الوجود، وبالتالي مصر ستكون خاضعة للمساومة، ستكون خاضعة لإثيوبيا وحلفائها أيا من كانوا. نحن نرى تعاون صيني، نرى تعاون إسرائيلي، نرى تعاون يعني مع دول لها أطماع في الشرق الأوسط وضد دولة كبيرة مثل مصر، وبالتالي مصر سترتهن قرارها كما هو الآن قرارها مرتهن بشكل ما للقروض التي استندت إليها، وبالتالي نحن سنذهب إلى تقزيم أكبر، إلى نوع من الإخضاع أكبر، وسنحاول ترميم الضرر. يعني سنعيش سنوات نحاول فيها ترميم الضرر إلى ما يشاء الله، يعني 6-7 سنوات ربما لا تبدو كبيرة في عمر الشعوب، ولكن 6-7 سنوات في غياب نقصان مياه، هذا يعني تراجع كبير في التنمية، ويعني خضوع القرار السياسي الخاص بك لي أطراف أخرى، سواء أطراف بشكل مباشر أو أطراف ذات صلة لها علاقة. وبالتالي للأسف الشديد ربما يعني ستستمر نظرية الإسفنجة الشهيرة، أن مصر لن تعلو لن تطفو على السطح، ولكن ربما لا يتركونها تغرق تماما، لأنه يعني في حال غرق مصر، وهذا ما قلته سابقا، سيكون هناك يعني أزمة بشرية طاحنة، لكن سيكون هناك نوع من أنواع الخضوع. مصر الكبيرة ستتقزم أكبر، وهذا أمر مؤسف بطبيعة الحال، لأن ارتهان قرارك السياسي لأطراف أخرى ولا سيما دولة مثل مصر يعني سيترتب عليه أشياء كثيرة جدا تتعلق بقضايا ربما تكون قضايا محورية، وربما قضايا تتعلق بالأمن القومي، وبالتالي نحن سنذهب للأسف إلى يعني إخضاع القرار وإلى مساومات أكبر، ولن يكون لدينا أي وسيلة أخرى إلا القبول للأسف. طيب الشكل اللي خرجت به المفاوضات دكتور ضوينة، البعض بيقول أنه يعني ختام المشهد بقى أو صورته أنه الكاسب أو الرابح الأكبر في نهاية المطاف، نهاية هذه المفاوضات، هو الجانب الإثيوبي. هل فعلا هي دي الصورة في تقديرك؟ طبعا إثيوبيا هي الآن عندها جدولة ملتزمة بها في هذا السد، وماضية في تنفيذ السد، يعني 2020 حسب الالتزام الرئيس للشعب الإثيوبي 2020 سيبدأ ملء الخزان، في 22 سينتهي الملء، في 25 إثيوبيا كلها ستستفيد من الكهرباء. هذه الجدولة لا أنت يعني كده سنوات ملء الخزانة تبقى كم سنة؟ 3 سنين؟ هو ينبغي أن تكون 3 سنوات،
لكن الآن المشكلة كلها في كارثي بالنسبة لمصر. إذا كان في موسم الخريف في زمن الفيضانات ربما يكون يتفق على 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 تجزئة الملء، يعني ممكن يكون مرحلتين أو ثلاثة مراحل، لأنه مرحلة السد يتحمل أو يحتاج إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، إذا ملئت في فترة واحدة سيكون جفاف في السودان ومصر وستكون مشكلات كبيرة جدا. وأيضا يعني توربينات السد تحتاج إلى هذه الكمية حتى تولد كهرباء، فهناك إجراءات فنية يمكن أن تعمل في تجزئة هذا الوقت، لكن حقيقة يعني إذا لم يتم الاتفاق مصر أثيوبيا ستمضي في تنفيذ السد، وستكون بعد ذلك إما يكون مساومة كما قال الأخ عبد الرحمن ويكون هناك تدخل دولي في هذا الأمر، وإما تكون هناك مشكلة حقيقية بين الدولتين. لكن في كل الأحوال يجب لمصر أن تتسارع في أنها تجد معالجات عاجلة فنية، خاصة هنالك الاختلاف الآن في نسبة مصر اللي هي 40% حد أدنى بعد تنازلت من 45 مليار 40 مليار متر مكعب. والسنوات مصر تطالب بسبع سنوات، أثيوبيا ترى هذا زمن طويل، لهذا تقول سبع سنوات كحد أعلى، الاختلاف كله في حد أدنى وحد أعلى. أيوة بس كل القضايا دي ما تحسمتش في المفاوضات، يعني المفاوضات خلصت وقعدوا ومشيوا وروحوا وكل النقاط دي ما زالت عالقة، يبقى فين الضمانات؟ لأنه كل رئيس مرتبط بوعد لشعوبه ومرتبطة بأزمات سياسية أيضا، مشكلات معقدة وتدخلات أجنبية وتدخلات دولية في هذا الأمر. الأمر لو ترك للدول الثلاث يمكن أن تعالج هذا الأمر، لكن تدخل السياسة والتدخل الدولي أدى إلى الابتعاد. الآن اقتربنا نحن من افتتاح السد، وحتى الآن لم يكن هناك اتفاق شامل في موضوع ملء السد والفترة الزمنية. مصر تخاف، هذا حقها، في أن افتتاح هذا السد يضر بها، يضر بمشاريع الزراعية بشعبها، لأن مصر هي النيل، وكذلك السودان يضر، ولكن الضرر أكبر عند مصر. أثيوبيا ترى أنها إذا لم تنفذ هذا الوعد لشعبها وتحتاج إلى هذا السد، وإذا لم تملأ هذا السد في الوقت المحدد في الجدول المحددة يكون أيضا فشل سياسي وفشل اقتصادي ومشكلات كبيرة. ده جميل أستاذ عبد الرحمن. دلوقتي قضية المياه بالنسبة لمصر هي قضية وجودية، الموقف المصري حتى الآن ما يبدوش منه هذه القوة، أو ما يبدوش منه أن قضية المياه بتمثل قضية مصيرية بالنسبة للمصريين، يعني ردود الأفعال حتى الآن خاصة حتى في أعقاب اجتماع واشنطن كانت ناس كتير بتقول أنه لا يا جماعة ده هو سلسلة المفاوضات لما نروح أمريكا النقط هتتحط على الحروف، خلص الاجتماع وكان حتى في مشهد ربما شكليا يبدو مهين للوزراء، يعني اللي هم قاعدين على المكتب قدام ترامب، وفي النهاية لم يحل الإشكال. في هذا الظرف كيف تقرأ موقف المفاوض المصري؟ إحنا دلوقتي موقفنا إيه؟ هذا الصمت وهذا القبول هيؤدي بإيه في الآخر؟ ببساطة شديدة علينا أن نقرأ أمرين رئيسيين أو يعني نحلل الأمرين الرئيسيين في المشهد. الأمر الأول هو موقع مصر بالنسبة لأمريكا. موقع مصر بالنسبة لأمريكا ليس ند، وليس ند حتى على المستوى الثاني، يعني مصر هي شريك لكنه شريك تابع، ليس شريك، ليس تابعا 100% أو خاضع 100%، لكن لأن مصر بطبيعة الحال دولة كبيرة هي أكبر من هذا النظام الذي يحكمها الآن. لكن في نهاية مصر في النهاية موقع مصر من الولايات المتحدة الأمريكية هو موقع الشريك التابع أو الشريك التالي، وبالتالي مصر عندما يعني استنجدت بأمريكا لم تكن تطلب طلبا من حليف. مصر ليست حليف بهذا المعنى، هي حليف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لكن حليف من موقع الشريك التابع أو الحليف التابع، وبالتالي كان هو استنجادا بالأخ الأكبر وليس بالشريك المكافئ. وبالتالي أوراق مصر اتجاه الشريك الذي هي تتبعه أو الحليف يعني التابع له لم يكن الموقف الضاغط، هو ذهب ليطلب منه المساندة. والولايات المتحدة الأمريكية الصورة يعني هي تكشف شخصية ترامب، لكن في نهاية الأمر أيضا تكشف الرؤية الأمريكية. أمريكا تريد أن تظهر، إذا جاز أن نستعير هذا التعبير، تظهر بصورة القائد والمعلم، بمعنى أنها القائد أو أنها التي يرغب الجميع أن يستعطفها من أجل الحصول على منفعة هنا أو ضغط هنا أو هناك، وبالتالي تريد أن تأخذ اللقطة أو تريد أن تكون في المحور. لكن هل أمريكا تريد حلا أو أن تريد تضغط؟ لا، يعني إثيوبيا هي
ربما تكون طرف مكافئ لمصر بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه لكن في قلب افريقيا. واثيوبيا لها علاقات عسكريه مع الولايات المتحده الامريكيه، واكبر جاليه لاثيوبيا خارج اثيوبيا هي داخل الولايات المتحده الامريكيه، وتحديدا في منطقه واشنطن اريا او منطقه واشنطن الواسعه. وبالتالي الموقف المفاضل لمصر لم يكن لديه اوراق قوه، وليس لديه اي حول ولا قوه. بالتالي يعني هو فشل قبل ان يذهب، المساله كانت فاشله من قبل ان يذهب النظام المصري. النظام المصري يجب ان يكون لديها جرأة اكبر، وبالتالي على الموقف المصري ان لا يلجأ الى فكره المفاوضات او المحادثات مره اخرى، وان يحاول ان يبحث عن حلولا خارج الصندوق، حلول تتعلق بترويج فكره المخاطر التي سيجنيها العالم جراء هذا الامر. بسبب وجود يعني مثلا يعني عندما يكون هناك فقر مدقع ويكون هناك نقص مياه، المواطن العادي هنا في هذا الامر يتحرك لينجو بنفسه، والتحرك هذا سيشمل هجره غير شرعيه التي يهدد بها السيسي دائما اوروبا عن طريق الارهاب. ربما يلجا الى استخدام وسائل يعني غير قانونيه للحصول على منافع، سواء من شركات في مصر او بالهجره غير الشرعيه او الانضمام الى تنظيمات ليست بالضروره ارهابيه، ربما تكون غير قانونيه، تهريب وما الى ذلك عبر البحر المتوسط أو البحر الأحمر، وبالتالي سيكون هناك ضرر. السيسي يستخدم خطاب تهديدي ضمني فيما يتعلق بمسألة الإرهاب منذ 2014 يعني أخذ قروض أو للسكوت عن بعض الممارسات غير الإنسانية في مصر. لماذا لا يستخدم هذا الخطاب اتجاه النتائج المترتبة على بناء سد النهضة من جوع وفقر وما إلى ذلك؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى، لماذا لا يفكر السيسي فيما يتعلق، وقد طرح هذه الفكرة ضيف سابق في حلقة سابقة في هذه القناة، يعني هذه ليست فكرتي، هو ضيف متخصص وقال فكرة ذكية، أن تقوم مصر بمحاولة تقويض المنافع التي ستترتب من تصدير الكهرباء، لأن أثيوبيا لا تريد الكهرباء فقط لداخلها، لأن لا تحتاج إلى كل هذه الطاقة ليكون هناك تنمية، هي تريد أن تصدر أيضا الكهرباء بنسبة كبيرة. لماذا لا تحاوط مصر أو تهدد مصر بعدم المعاونة في مد الكهرباء إلى أوروبا، لأن حسن النوايا ظهر أنه ليس موجودا لدى الطرف الأثيوبي، وبالتالي على مصر أن تكون خشنة قليلة، وعليها أن تذهب زي ما كما قلت إلى حلفاء أوروبيون، لأن أوروبا هي أول متضررين. بس خشنة إيه إذا كان يعني أنا آسف للمقاطعة، إذا كان يعني في شركات مصرية، يمكن شركة المقاولين العرب إذا لم يخدني تخدني الذاكرة، بتساهم في إنشاء سد آخر داخل إثيوبيا، يعني ضغوط إيه؟ أعتقد أيضا شركة القلعة التابعة لابن حسنين هيكل، كان هناك تقارير صحفية موثقة تتحدث عن مشاركة شركة القلعة بشكل رئيسي. لا أعلم كثيرا عن المقاولين العرب، لأنه ربما تكون مشتركة في مشروعات تنمية من قبل مسألة بناء السد وملتزمة بعقود، لكن شركة القلعة وثقت تقارير صحفية من بينها تقارير مصرية في جريدة الشروق دورا لها في هذا الأمر عن طريق شركاء إماراتيين وسعوديين. يعني السعودية لديها مستثمر بارز، ملياردير سعودي لديه شركة بارزة، أحد موردين الأسمنت لهذا السد. وبالتالي يعني كما قلت، لكن نحن نتحدث عن، لا نتحدث عن السيسي بنفسه، لكن نتحدث عن نظام، نتحدث عن أزمة وجود، وفي نهاية الأمر نحن نطرح حلول عن طريق خبراء أو نسلط الضوء عليها كصحفيين، أو كما تفضلت في الفقرة السابقة أن يعني هذا هو دورنا. لكن في نهاية الأمر نتمنى، لا يجب أن نكف عن المحاولة حتى لو كان هذا النظام يسبب إحباطات كثيرة لنا على مستويات كثيرة، لكن يجب أن يكون هناك حلول خشنة، وأن يتوقف أي حديث عن محادثات أو مفاوضات أو ما إلى ذلك، وأن يكون هناك اتجاه للضغط على شريك أوروبي، لأنه سيكون أول متضررين، دون النظر إلى روسيا وأمريكا اللذان يحاولان استغلال الموقف لصالحهما سياسيا، دون أن يكون لديهما أي حلول عملية تضغط على أثيوبيا. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن يوسف، الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن، شكرا جزيلا لحضرتك. وبشكر ضيفي في الأستوديو دكتور محمد أحمد ضوينة، المحلل السياسي السوداني. دكتور ضوينة شكرا جزيلا لحضرتك على تلبيه الدعوه، وبشكر حضراتكم مشاهدينا، وبعيد التذكير والاعتذار مره اخرى عن بعض الالفاظ اللي وردت في ثنايا كلام الضيف العزيز وائل غنيم. واحنا بس انا حابب اؤكد مره تانية انه احنا على عهدنا بكم دوما، ان احنا نعلم جيدا انكم ادخلتمونا بيوتكم واستضفتمونا داخل دوركم، ونحن على هذا العهد، وبالتالي لازم ملزمين بأن احنا نبقى محافظين على قد ما نقدر أن احنا نقدم لحضراتكم كل ما نستطيعه من إعلام
هادف، إعلام راقي، إعلام لا يريد الانحياز إلى فئة أو يريد أن يفرض رأي. نحن هدفنا في هذا البرنامج وفي هذه القناة ككل إن احنا نحاول أن نقدم لحضراتكم رسالة إعلامية راقية توصل بحضراتكم إلى الوعي الذي بناء عليه تستطيعوا أن تتخذوا ما تشاءون من قرارات. وإذا كنا قد تعرضنا في أي لحظة من اللحظات إلى بعض اللفظة هنا الغير مناسبة أو بعض الشيء الخدش هنا للحياة أو للذوق العام، فطبعا لازم نعيد الاعتذار عن ده، ونؤكد أن طبعا وإحنا بنشتغل في الهوى صعب أن أنت تضبط الضيف هيقول إيه، أنت مش عارف هو هيقول إيه طبعا، لكن لازم نعتذر مرة أخرى عن ده. وهو الرجل للحقيقة أنا كنت حاسس بوائل أنه هو فعلا على مواقع السوشيال ميديا هو يعني يتجاوز بشكل كبير، والرجل يعني اعتذر عن ده أيضا في ثنايا كلامه. لكن خلاصة المشهد أن إحنا نريد أن نقدم لحضراتكم الرسالة الإعلامية كما هي، المشهد كما هو، بدون رتوش، بدون ضغوط، بدون الدخول قدر المستطاع في أجندات أو في تأثيرات. إحنا ضميرنا المهني هو اللي بيحركنا صدقا. إحنا لا نريد شيء غير أنه المواطن في مصر وفي العالم العربي يصل إلى الحقيقة وإلى الحقيقة فقط، بعيدا عن التدليس، بعيدا عن الغش، بعيدا عن الخداع، بعيدا عن تزويق أو تزيين الواقع اللي ممكن يكون مش كده. الواقع فعلا ممكن يكون منقسم، ممكن يكون في حالة من الشتات. دورنا إن احنا نرصد ده، مش إن احنا نجمله أو إن احنا نزينه بأي كلمات أو بأي شكل. وواجب الصحفيين في أي مجتمع وفي أي لحظة إنهم يواجهوا مجتمعهم بهذه الحقائق. وفي الآخر يعني من ذا الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، ودمتم دايما في أمان الله. وشكرا طبعا على فريق العمل المثابر اللي قدر بجهد وبإخلاص إنه يصل إلى الضيوف، وبيحاول والله العظيم بنتعب إن إحنا نصل، نحاول نقدم لحضراتكم أقصى ما يمكن علشان تصل الصورة كاملة. أنا بشكرهم، هؤلاء الجنود المجهولين كلهم من يقفون خلف الشاشات، وبشكر حضراتكم على طيب المتابعة، ودمتم دايما في أمان الله، وتصبحوا على خير.